أخبار اليوم. أولا بالنسبة للأمهات ومن يتولى تربية هؤلاء الأبناء، أقول لهم امتدوا واستمروا في توجيه كل الدعم والرعاية لأبنائكم، ونحن موضوعنا خلفكم، نحن نساعدكم والوزارة لن تترككم أبدا، وستظل الوزارة تدعم هذه الأسر وتحقق لهم كل ما يصبون إليه من أجل أن يحققوا ما كان يعني يحلم به أبدا. وأقول للأبناء من الطلبة استمروا وامضوا في مسيراتكم المضفرة بإذن الله، فالعلم هو السلاح الحقيقي الذي يقهر الجهل والتخلف، والذي يمثل ثأرا منكم لأرواح أبائكم، فعندما تتفوقون وتتميزون فإن المجتمع كله سينبهر بكم، وتكونوا أهلا لفخر وفخرا لأسركم، كما أن أبائكم فخر للمجتمع ووطنكم. هو يوم كل المقاييس ذو رائحة عطرة فواحة، لأنه بيكرس مدى اهتمام وزارة الداخلية بأبنائها من أسر الشهداء، لأن أسر الشهداء دائما في بؤرة اهتمام وزارة الداخلية وفي بؤرة وركائز اهتمام السيد وزير الداخلية شخصيا. فتوجيهاته المستمرة والصريحة هي الاعتناء بكل ما يمكن أن يدعم من النواحي الإنسانية، من النواحي النفسية، من النواحي المادية أسر الشهداء، لأنهم قدم ذويهم تضحيات عظيمة يجب أن يقابلها الوطن بنفس الأسلوب وبنفس القدر من الاهتمام والرعاية. الحقيقة هو بيأتي مواكب لاحتفالاتنا الكبيرة بأعياد الشرطة، لأنها هذه الأيام دي بتظلنا هذه الذكرى العطرة، ذكرى الفداء وذكرى الفداء وذكرى التضحيات وذكرى الزود عن الأرض والعرض، اللي بتجسد أيضا ذكرى شهدائنا الأطهار الأبرار. فإحنا اخترنا كمان هذا الجانب اللي هو الجانب التفوق وجانب العلم وجانب الاجتهاد والتحصيل، لأنه بيؤكد من رسالة من هؤلاء الطلاب ومن هؤلاء المتفوقون بأنهم ماضون على مسيرة آبائهم ويحققون ما يصبوا إليه آبائهم رحمة الله عليهم جميعا. فهم بيحاولوا أن يردوا على الجهل والتخلف والرجعية التي يسعى البعض إلى اكتساب نريها بالعلم والتفوق. ممكن نكرم الطلبة في كل وقت، ممكن نضيف لهم في كل وقت، لكن التكريم بيكتسب معنى آخر ومشهد آخر ودلالة أخرى ورسالة أخرى، لأنه تكريم لأبناء شهداء مصر. فلذلك هم دائما يشعرون حينما نكون نتعامل معهم بأنهم في بؤرة اهتمام الوزارة، ولذلك هم دائما ما بيكونوا سعداء وبينعكس على مناخهم النفسي في التعامل مع عثرات ومشاكل الحياة، ويجعلهم يحصلون أكتر العلم ويجتهدون أكتر في العلم، وده أمنية من أمنياتنا إحنا شخصيا وأمنيات ذويهم وأهله. مهما قدمنا، خد بالك يا أستاذ هيثم، مهما قدمنا لهذه الأسر أو للأبناء أو لذويهم، لن نوفيهم على الإطلاق حقهم فيما قدموا لهذا الوطن. فهم شموخ، وربنا سبحانه وتعالى اختار أهلهم حتى يكونوا في مصاف مختلف خالص عن مصاف الناس الآخرين، فهم شهداء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون. فلذلك هذا اليوم بالنسبة لنا إحنا شخصيا فخر وعز. الأفراد هم أعضاء هيئة الشرطة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هم أبنائنا وإخواتنا، ونحن الهم واحد والهدف واحد والمسيرة واحدة، ونحن لا يوجد بيننا وبينهم أي نوع من أنواع الفروق على الإطلاق سوى رتب العسكرية، وده شيء يعني محترم ونحن نحترمه، أنا أحترم الأكبر وهم يحترمون الأكبر، وهكذا هي سمة المؤسسات النظامية العسكرية.